نقاط قوة منتخب الجزائر هدف التأهل للمونديال. نتذكر منذ أشهر اللاعب مجيد بوغرة عندما سجل في مرمى بوركينا فاسو. نجيب صحيح نادين في غياب مجيد بوغرة بالكامل اليوم يؤكد قوة الجزائر في الكرات الثابتة. سجلوا بالكامل سجل هدف وضعوا فرصة رياض محرز على إثر كرة ثابتة. نفس الشيء تقريبا ركنية مطابقة للأصل وكان قادر أنه يسجل منها هدف ولكن ضيعها رياض محرز. هذا يدل على أنه في عمل كبير على مستوى الكرة الثابتة من طرف المدرب في التدريب، محاولة استغلال طول